وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أهلا بك معنا أستاذ جمال. بداية، قراءتك الخاصة لفلسفة منتدى شباب العالم الذي أكد على حضوره وأكد أيضا على نجاحاته بالرغم من التحديات، تفضل. تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. نحن أمام منصة دولية أصبحت لها شأن كبير جدا في العمل الشبابي الدولي، أصبحت بمثابة منصة أيضا للدبلوماسية الشبابية، سواء من خلال التواصل المباشر ما بين الشباب العالم والقيادات في العالم، أو حتى من خلال اعتماد الأمم المتحدة لهذه المنصة الشبابية الهامة، أو حتى من خلال التواصل وإعداد نماذج محاكاة كما نشهد في النسخ المتعلقة بمنتدى شباب العالم، وكانت أحد هذه نماذج المحاكاة موجودة اليوم والمتعلقة أيضا بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان. وبالتالي هنا نتحدث عن منصة أصبحت الآن لها تأثير دولي مهم. الإصرار المصري على أن تنعقد هذه المنصة وأن ينعقد منتدى شباب العالم بعد يعني ظرف الجائحة أيضا بيؤكد الأهمية أو ما تعنيه مصر ان هذا المنتدى الان في هذا التوقيت مهم جدا لايجاد حلقه وصل حقيقيه وجسر حقيقي ما بين شباب العالم لمناقشه التحديات ما بعد الجائحه. عشان كده هنجد ان الاجنده هذا العام مليئه بالموضوعات المتعلقه بالتحديات المستقبليه التي تواجه شباب العالم خاصه بعد جائحه كورونا او حتى التغيرات المناخيه. وبالتالي دلاله التوقيت ايضا في غاية الأهمية أن يعقد هذا المنتدى في هذا التوقيت بظل هذه التحديات. هذه إشارة مهمة أن مصر هي الآن يعني النقطة الوحيدة على العالم المدركة أهمية التواصل الشبابي، خصوصا أن الشباب خلال العامين الماضيين فقد هذا التواصل المباشر، وهذا ضد ديناميكية الشباب، هذا ضد حراك الشباب. الشباب في أول وقت يريد أن يتحدث بشكل مباشر ووجه لوجه، وبالتالي عودة هذا الحديث المباشر ما بين الشباب وأيضا ما بين الشباب وقادة العالم والمؤسسات الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية هذا أمر مهم جدا. أيضا المنتدى حجز لنفسه مساحة كبيرة جدا الآن في العمل الدولي، سواء من خلال حتى التوصيات التي رصدناها خلال النسخ الثلاثة الماضية، وجدنا عدد كبير جدا من التوصيات التي خرجت من منتدى شباب العالم، سواء بتحرك العمل الخاص بالمنتدى نحو التواصل المباشر مع المنظمات الإقليمية كما وجدنا تواصل مع الاتحاد الأفريقي، مع جماعة الدول العربية، أو حتى مع الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، أو حتى خلق مبادرات دولية في قضايا مهمة زي التغيرات المناخية أو محاربة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف وغيرها من القضايا المهمة. وبالتالي المنتدى الآن هو أيضا يجب أن نؤكد على هذه النقطة، كان نتاج تجربة شبابية مصرية، صناعة مصرية، ولكنه الآن أيضا أصبح عالمي التأثير. طيب أستاذ جمال، يعني الشق الدولي فيه حديث كثير. الحدث الذي نحن بصدده هو حدث محلي بنكهة عالمية، وبالتأكيد له الكثير من الآثار يعني الدولية وفيما يتعلق بالشباب وبقضايا الشباب. هنا أريد الحديث معك أستاذ جمال على إلى أي مدى يمكن ربط نجاحات منتدى شباب العالم منذ بداية الفكرة والعمل على الأرض بمفردات النجاح والعمل الخاصة بمفردات الجمهورية الجديدة؟ بالفعل يمكن التجربة الشبابية المصرية جزء مهم جدا، ويعني الجمهورية الجديدة ارتكزت على أن يعني تفجر طاقات الشباب نحو البناء والتعمير، وهذا عكس ما حدث في الإقليم. يعني بدلا أن تتحول سواعد الشباب إلى معاول هدم، بل بالعكس تماما، في الدولة المصرية بعد 30 يونيو تحول الشباب المصري إلى طاقات تفجرت في البناء والتعمير والتنمية، وهذا بعد توافر إرادة سياسية حقيقية من خلال القيادة السياسية المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي آمن بقدرات الشباب وتواصل معهم وأولاهم أهمية خاصة، وكانت مؤتمرات الشباب وبعدها برامج التدريب الخاصة بالبرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب، ثم وجدنا المؤتمرات الوطنية للشباب، ومن بعدها أيضا الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، ومن ثم أيضا وجدنا تمكين حقيقي للشباب
التمكين بعد تدريب، وهذه نقطة في غاية الأهمية، أن الدولة المصرية أهلت أعداد كبيرة جدا من الشباب المصري حتى يكون التمكين حقيقي، فوجدنا عدد ضخم جدا ربما يتجاوز 23 شاب وشابة مساعدين ومعاوني للوزراء والمحافظين، وجدنا أيضا تمكين في السلطة التشريعية عدد كبير جدا الآن في المجلس النواب وفي مجلس الشيوخ، أيضا حتى التمكين الاقتصادي نتحدث الآن عن رواد الأعمال ونتحدث عن يعني الوظائف ونتحدث عن فرص العمل وخفض معدلات البطالة، امتد هذا التمكين ليصل حتى إلى التمكين الثقافي والرياضي، ووجدنا أبطال في الرياضة ورموز فنية من الشباب، إذن التمكين كان حاضرا. هذه التجربة التي اعتمدتها الدولة المصرية بإرادة سياسية مكنت الشباب وأهلت الشباب واستطاعت أن تخلق قصور تواصل ما بين الدولة بكافة مؤسساتها وما بين كافة الشباب في مختلف الجمهورية، انطلقت الآن إلى العالمية أيضا من خلال انطلاق منتدى شباب العالم. هذه التجربة الآن المحلية الصنع أصبحت عالمية التأثير من خلال منتدى شباب العالم، والجيد والمشرف والذي هو أيضا مبعث فخر لنا جميعا الآن أن الشباب المصري في هذه النسخة بالتحديد وهو يناقش شباب العالم في الكثير من التحديات أصبحت لديه تجارب جيدة بل تجارب رائدة في كافة هذه المجالات ليناقش بها شباب العالم، يعني حينما نتحدث عن التغيرات المناخية، حينما نتحدث عن التعليم ما بعد الجائحة، حينما نتحدث عن الأهداف التنمية المستدامة في ظل الجائحة، يعني هذا المحور بالتحديد يعني حياة كريمة وحدها يعني تجربة رائدة من الممكن من الشباب المصري، أكيد هم بيعتمدوا على هذه التجربة في مناقشة شباب العالم في كيفية تنمية كيفية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حتى في ظل جائحة كورونا، وبالتالي أيضا الشباب المصري يمتلك الآن تجربة اقتصادية وسياسية واجتماعية رائدة في الإقليم وهو يناقش شباب العالم. إذا أيضا حتى ونحن وصلنا وبعد أن وصلنا بهذه التجربة إلى العالمية أيضا بنمتلك أدوات تعزز هذه التجربة وتعزز آليات نجاحها أيضا الدولة كلها، وهذا يمكن أن نغفله على الإطلاق، إن كافة مؤسسات الدولة وطبعا يعني على رأسها القيادة السياسية المصرية بتودي هذا المنتدى أهمية قصوى، وبنرى الجميع يعمل، الجميع يعمل من أجل إنجاح هذا المنتدى كلا في مجاله، حتى بنرى الآن صورة مبهرة، صورة مشرفة، صورة بتؤكد أن الشباب المصري هو الشباب الذي لديه الآن مفاتيح الأمل، مفاتيح العلم، مفاتيح النجاة من الكثير من التحديات، ومن الجيد أيضا أن نجد الآن مناقشات في كثير من القضايا مهمة على رأسها بالمناسبة قضية مهمة للغاية وهي التغيرات المناخية، ومصر سوف تستضيف كوب 27 أيضا في الداخل المصري، فهذا أيضا مهم للغاية حتى يتحدث شباب العالم وأن يكون هناك رؤية شبابية تطرح أيضا أمام القادة الذين سوف يجتمعون في المستقبل القريب هذا العام في شرم الشيخ أيضا في المؤتمر الأممي الخاص بالتغيرات المناخية. إذن مصر أصبحت حلقة الوصل ما بين شباب العالم وما بين قادة العالم، هذا ليس من منطلق الشعارات ولا ليس من منطلق الكلام فقط، ولكنه أيضا على أرض الواقع الآن الدولة المصرية تطبقه من خلال احتضان المحافل الدولية والإقليمية الكثيرة والتي تؤكد أن مصر قادرة دوما على أنها تكون هي نقطة التلاقي. صحيح، يعني أستاذ جمال، هي منصة حوارية دولية واقعية بتنصهر فيها الثقافات، يمكن أن نصفها بالعولمة بصورتها الإيجابية، بصورتها المشرقة إذا جاز الوصف والتعبير. كيف يمكن استثمار هذا المحفل والجمع العالمي في التسويق لمصر الجديدة، في التسويق لما يحدث في مصر من تنمية على شتى المجالات والأصعدة، أيضا في التسويق لمصر في التعامل الجديد مع الشباب بعيدا عن التهميش، مزيد من التمكين السياسي للشباب، كيف يمكن أن نستثمر هذا الحدث بالشكل الأمثل ولا نتوقف عند حدود ونهايات هذا المحفل فقط وهذا الحدث، ولكن تمتد آثاره لما بعد المنتدى؟ بالتأكيد هذه نقطة مهمة، خاصة أن المنتدى بالفعل أصبح له صدى عالمي مهم للغاية، أي من يريد أن يتصفح الآن صفحات الخاصة بالأمم المتحدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الرسمية للأمم المتحدة سوف يجد أخبار المنتدى على كل هذه المنصات الإلكترونية. إذن الأمم المتحدة بتروج بنفسها لهذا المنتدى، وبالتالي
بالفعل أصداء كبيرة جدا. استثمار هذا الجهد يجب أن يكون طوال الوقت. ده بالفعل بنجد أن المنتدى ليس فقط قاصرا على فترة الانعقاد، ولكن بنجد أن الفريق الخاص بالمنتدى نعم أستاذ جمال، يعني هي جملة من الفوائد تعود على الدولة المصرية من طبعا إجراء هذا المنتدى العالمي بهذه النكهة العالمية. وسنتابع غدا بالتأكيد يعني افتتاح هذا الحدث الكبير المهم. أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، أشكرك جزيل الشكر.